سلام، مرحبا بكم في فلوج جديد من فلوجات ديال دايلي بي اتش دي لايف. هذا فلوج داز عليه واحد تقريبا المدة ديال 4 شهور ولا 5 شهور، عاد قررت انني نديرو. علاش ما كنتش كندير بزاف ولا ما كنتش؟ حيت مرينا بواحد الظروف جد صعبة للأسف، ما خلاتنيش انني نستمر في الفلوج اللي كندير. ما قدتش انا نديرهم جورنالي، كانت القضية عامرة، كانت القضية صعيبة، كانت القضية فيها بزاف ديال الصداع، فيها بزاف ديال المشاكل، فيها بزاف ديال لاشارج، الشيء اللي ما كانش بإمكاني أنني ندير دائما دي فلوج اللي تخليكم تعيشوا معايا ديك اللحظات ديال الدكتوراه اللي عشتها. كنت أول مرة كتشوفوا هذا الفلوج، كاين فلوجات قبل درتهم. كنت أول مرة كتشوفوا لاشين، يمكنكم سبسكرايب لاشين، تبعونا، تبعوا جديدنا. كاين صفحة رسمية على الفيسبوك بيولوجي أميزون، كاين لو سيت بيولوجي اميزون بون كوم، يمكنكم تتبعوا كاع الجديد ديال بيولوجيا، الجديد ديال لي فلوغ، الجديد ديال ليكو اوسي. هاد الفلوغ هذا كما قريتو في العنوان هو الخلاصة ديال اول سنة في سلك الدكتوراه. اشنو درنا في هاد اول سنة من سلك الدكتوراه؟ اشنو هي الخلاصة اللي نقدر نعطي كمبتدئ ولا كواحد قرا الدكتوراه لمدة ديال سنة؟ واليوم راني في لو 30 واقيلا لو 30 في الموا 7، دونك غادي نوقفوا القراية، غادي نوقفوا الخدمة لمدة ديال شهر، في شهر المعدود، دونك ما كاين نخدم مع القراية. المهم ما كاينش، هي نورمالمون كتوقف، ولكن كاين اللي كيستمر في الخدمة، كاين اللي كيستمر في الخدمة باش يغاني لو طون. دونك انا بغيت نهضر لكم على الخلاصه ديال اول سنه في سلك الدكتوراه. من بعد ما تانسكريبينا في السوجي، من بعد ما خدينا لو سوجي، من بعد ما ناقشنا لا ديسيبلين، ناقشنا لا بروبليماتيك مع لي بروفيسور اون كادرون، مورا ما اتفقنا على لي تيست كون فا فير ولا لي زاكس اللي غادي نهضروا عليهم ولا لي زاكس اللي غادي نحاولوا نخدموا عليهم لمده ديال 3 سنوات او اكثر، مورا ما قدينا كاع الامور، مورا ما لونسينا الخدمه اللي ما تلونساش للاسف. اشنو الخلاصه ديال داكشي اللي بدينا به حتى لهاد المرحله هادي، حتى لاخر يوم في سميتو في هاد العام هذا ولا في هاد السنه الدراسيه؟ نورمالمون السنه الاكاديميه باقا ما تسالاتش، لانك كتوقف غير في لوموا دوت، كتبدا حتى لوموا دوت، لوموا 9، لوموا 10، في لوموا 11 ولا مع في لو فان ديال لوموا 10 كنعطيو لو رابور ديال لي زاكتيفيتي ديال لاني ولا كما كنسميوه لي طاد افونسمون اللي كتدفع لو دوسي ديال لا فاكولتي اللي هي شنو درتي بوندون اون اني. نهضر على حالتي ونهضر على الحاله ديال الاصدقاء ديالي اللي كنعرف ولا اللي كانوا خدامين معايا، الظروف اللي دازوا منها، يعني المعاناه اللي استمرت معاهم مده ديال ما يقارب 9 اشهر. شخصيا خدمت على واحد السوجي اللي لقيت فيه صعوبات جامه، اهم اهمها اهمها هو ان لا ماتيير بروميير باش غادي نخدم ما كايناش، اللي هي لي شونتيون. لي شونتيون علاش؟ لان كما كنقول نخدم على لا فيروس كي بتوش واحد لو تيب ديال لي كولتور، ودوك لي فيروس اي نون با مانيفيستي بوندون 6 mois تقريبا في لا مواد كولتور ديال ديك هذا، اي نون با مانيفيستي. علاش؟ ا كوز دي شونجمون دي كونديسيون، ماشي شونجمون ولكن دي كونديسيون كليماتيك اللي كانت بارده، سكيل في اي زون افيكتي ولا افيكتي ديك لاطا ديال سميتو ديال لي زاتاك فيرال اللي ما قدرتش انني نديتكتيها في لي موا بريسيدون، في لي موا 4، لي موا 3. دونك جيتي اوبليجي انني نبقى واقف في الخدمه ديال لي تيست ديالي وما ندير والو بوندون اون لونغ دوري، حتى لا فان ديال المواسات ولا هذا، عاد بديت كنلقى الخدمه ديالي. كذلك هو مثال الصديق ديالي، كان عنده مشكل تاهو في لي شونتيون، الا في ان ناكس ولكن داك لاكس ما كافيش، دونك كان واقف تاهو على لي شونتيون، واقف على كيفاش يلونسي الخدمه. دوت خامي تا هما في نفس الكوتي، كان عندهم مشكل في لاكسيل تيغان، كان عندهم مشكل في لاكسيل ديال لي شونتيوناج. المهم انا هضرت على البيولوجي، راه لي شونتيوناج راه مشكله. هذا دو دونك دون كوتي. لوتر كوتي لاني ما كانتش خاويه، لان كما قلت لكم في اخر فلوغ، هو ان لا 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 لي زيتود دكتورال راه ماشي غير لي تيست، ماشي غير لا ريشيرش، راه كاين حتى لو كوتي فورماسيون، لو كوتي ديال لي فورماسيون حتى هو خدام.
دونك كنا في تقريبا واحد 50 ديال لي فورماسيون في لاي اف اس تي اون اجوتي دوتر زور ديال لي فورماسيون في دوتر فاكولتي اون فيكو دوتر سميتو زعما كونفرنس دوتر يعني كونغري اللي حضرنا ليهم كيلكو سوا ناسيونال لا انترناسيونال المهم كانت لاني يونيفرسيتير ولا لاني ديال ليتود دكتورال كانت مزيانه ميم سي اون ا با في دو ترافاي او نيفو دو لابوراتوار اون ا في دوتر كوتي ديال لا فورماسيون هذا دون كوتي اللي بغيت نقول لكم هو انه ايه كاملين كندخلوا بداك لونفي ديال اننا نخدموا ونديروا ولكن نخدموا في 3 زون ساليو لا تيز ديالنا في 3 زون ولكن بحال هاد لي كا هادو بحال هاد لي كونديسيون هادو هما اللي مكيخليوكش انك تسكلي في سميتو في 3 زون باغ اكزومبل احنا كا بيرسونيل الوغ انا جيتي اوبليجي على انني نتسنى حتى يبانوا ليا لي سامبتوم لي يبانوا ليا لي شونسيون عاد نبدا الخدمه دونك ملي غادي نبدا الخدمه غادي نوخر يعني الخدمه ديالي وغادي تزاد عليا الوقت من بعد باش انني نخدم باش انني نكمل دونك هذا هو الاشكال اللي كنعانيو منه بزاف كاين اشكالات وحده اخرى اللي يعانيو منها طلبه الدكاتره وحدين اخرين من ناحيه ديال لونكادرومون من ناحيه ديال الماتيريال من ناحيه ديال بزاف الامور من ناحيه ديال لي برودوي باش يخدموا بارفوا كيكون ان برودوي اللي كي ان برودوي واحد يقدر يوقف لك الخدمه كامله الا ما لقيتيهش يقدر يوقف الخدمه ديال دي موا اي دي موا علاش لان ما عندكش لاكسي ليه وما عندكش واش دير تجيبو بارفوا كيكون غالي ونرجع للمشكل ديال الغلاء لان لو بروبليم بودجيتير هو اللي كيعاني منه الاغلبيه ديال الطلبه راه مشكل ان كيفاش تفينونسي الدكتوراه ديالك و بيرسونيلمون كنعاني منه كيفاش تفينونسي واحد الدكتوراه اللي كتبقى كتخدم بها بوحدك يعني عندك ان سوجي اللي كتدق معاه بوحدك كيفاش غادي دير تجيغي كيفاش غادي دير فينونسي كيفاش غادي دير المهم داك لو كوتي بودجيتير سي بان نينون بروبليم صراحه هذا فيما يخص الجانب ديال الفورماسيون شنو درنا شنو ما درناش شنو باقي خصو يدار باقي العديد من الاشياء اللي خصها دار واللي للاسف كتبقى ليميتي بلو طون شيء اخر اللي ميز هاد السنه ديال السيكل هو ان العديد من النقاشات كنتظر حول واحد الاشكاليه اللي كنعانيو منها في المغرب وهي ان الوزاره الوصيه هي وزاره التعليم العالي والتربيه الوطنيه وزاره التعليم العالي والتربيه الوطنيه هو التكوين وداك الشيء هاد الوزاره هذه اللي صراحه كتظلم بشكل كبير الدكاتره المواطنين للاسف ما كتخرجش دي بوست بودجيتير ليهم ما كتخرجش دي بوست دو طراي ليهم جينيرالمون كتخدم غير الاساسيه كتخدم في التعليم العالي غير الاساسيه الموظفين حنا ماشي كونطخ التوظيف ديال الاساسيه المعطل الاساسيه الموظفين التكوين ديال الموظفين ولا توظيف الموظفين ولكن خاص الامور تكون غادي بواحد المنهجيه اللي سلسه ما تحرموش حق المعطل من الولوجي الى سلك الوظيفه العموميه ولا السلك اللي باغي هو السلك الثاني وخلقوا التوازن وما تكونوش مغفلين للاسف انتم مغفلين المهم هذا اشكال اخر نقاش عليه هذا يكون خصو فيديو ديالو بوحدو باش نناقشوا هذه الاشكاليه اللي كيعانيو منها الدكاتره في المغرب والدكاتره ما عرفوش في العالم كيعانيو منها المهم الدكاتره في المغرب راه وكل الله صا بغيت كان هذا هو لو باساج اللي درت على كيفاش كدوز اول سنه في سيكل دكتورال ونقدروا نجينيراليزيوها على كاع لي دكتور يعني لا سوا في الشيمي لا سوا في لا فيزيك لا سوا في لا بيولوجي انا هضرت على داك كوتي بيولوجي نقدروا نقولوا بان راه السنه عندهم كدوز السنه الاولى تقريبا كدوز هكا كدوز غاب لا قرايه لا ليتيراتور تخدم لا بيبليوغرافي كاين اللي كيخدمها كاين اللي ما كيخدمهاش بحالي للاسف ولكن هذا الصراحه حاجه واحده اللي كانت مميزه عندي هو انني قدرت انني نخدم على ثلاثه ديال لي زارتيكل واحد تبيبليا ودوطر باقيين ما تبيبلياوش نتمنى ان مع الوقت تفتح لهم المجال انهم يتبيبلياو للاسف هذا واحد المشكل اخر واحد بغينا نبيبليوه بور 4 جورنو سيانتيفيك ما بغات حتى واحد يبيبليوه حيت قالك خاص الماني ماني 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 وي دونت هاف ماني تو ببلش
ولكن للاسف نتمنوا ان يلقى المجال ديالو فين يتبوبليا. كان معكم نبيل رضوان في دايلي بي اتش دي لايف. نتمنى هذا الفلوغ يكون فاتكم، تستافدوا منه، عجبكم بارطاجي، ما عجبكمش ما تبارطاجيش. عجبك الكلاشين كاين فيها بزاف ما تشافش، نوبلي با دو ميتر ان سبسكرايب لتحت، سابوني بور بلوس فيديو. تشاو تشاو.